أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة المرحلة الخامسة لكلية الصيدلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم هي الجزء الثاني من المحاضرة الأولى واللي تتضمن الكروموفورز. بالبداية نعرف شنو الكروموفورز. الكروموفورز any functional group which bonding covalently and show absorption in UV visible region. For example, C double bond C and C double bond O. There are many types of chromophores. The first that a group which contain pi electrons and undergo to pi star transition. And the second type is contain an electron which undergo from N to by star region. While compound that both sigma to sigma star transition and N to sigma star transition will be show this absorption in vacuum UV ray around 150 to 190 nanometers. So this is not appearance in UV region. The chromophore structure many examples, that mean carbonyl group, azone, nitro, thioketone, and there is many examples for this chromophores may be rank as benzene or toluene. This the nanometer absorption wavelength and UV nanometer. Another groups called an oxochrome. What is oxochrome? Oxochrome is a group that help in order to increase the color and increase the wavelength of absorption in UV spectra. If we have chromophore, the linkage with the oxochrome, then give a new compound that absorb UV spectra in wavelength more than from the first. For example, إذا كان عندنا البنزين الأبسوربشن بالwavelength إلى بال 255 لما يكون لينكج ويا ال NH2 يصبح يعني أنيلين then ال absorption مالته سوري راح يكون بال 280 that's mean انجريز شفتوا الموجي هنايا بال 255 راح يزيد الى ال 280 اكزامبل على الاوكسوكروم مجموعة ال او اتش ال او ار ال ان اتش 2 ال ان اتش ار ال ان ار ال اس ار وبصورة عامة اغلب الكل الاوكسوكروم تحتوي على هيترو اتوم اللي تكون كونتين لها الالون بير اوف الكترون. الكروموفورز اكيد راح تسبب او تحدث نوع من الشيفتنج بالابزوربشن قلنا باليو في راي. انواع الشيفت اللي تسويها راح تكون اما الباثوكروميك شيفت اللي هي الريد شيفت، وهذه الشيفت تكون توورد لونجر ويف لينث ولور ان انرجي، او الهايبسوكروميك شيفت اللي تسبب لنا البلو شيفت، وهذا النوع من الشيفت اللي يكون نحو الشورتر ويف لينث والهاير ان انرجي. الافكت اللي خلي يكون عندنا هو الهايبسوكروميك شيفت اللي يسوي لنا انكريز بالانتنسيتي معناها، واللاخ اللي هو الهايبوكروميك افكت اللي which cause decrease in intensity. There is another effect for some compound which called a halochromatomic in chloroform. Halochromosomes, sorry, halo effect. This type of effect can be appear in some compound which can change its color in solution according to pH of solution. For example, this compound, وهذا طبعا مركب النفتالين سبق وان اخذته، يكون
كلرلس، في الاسيديك ميديوم، وايل بينك اور فوشي في وين بالبيسك ميديوم. This type of compound which change its color according to pH of solution called be halochromic material. This is some example for الكروموفور والاكسيتيشن اللي ينطي التايب، maybe الباي تو باي ستار هي والان تو باي ستار والباي تو باي ستار، مثلا الكربونيل، وهذا شيء طبيعي باعتبار الباي تو باي ستار بيكوز الباي بوند، والان تو باي ستار بيكوز الايون بير اللي موجوده على الاكسجين، ومثل ما قلنا المركبات او الابزوربشن من نوع الان تو باي ستار او ان سيجما ستار يظهر بال الكروموفرات اللي تحتوي على يكون جزء منها يحتوي على هيترو اتوم، لانه تحتوي دائما على مزدوجات الكترونيه. نقدر نلخص بالسكيم التالي التاثير للشيفتنج باليو في راي. اليو في سبكترم ممكن قلنا انه يظهر الباثوكروميك شيفت نحو الطول الموجي الاعلى، والهايبسوكروميك اللي هو راح يكون نحو الطول الموجي الأقل والطاقة الأعلى، والهايبر كروميك اللي افكت اللي يكون باتجاه الهاي انتنسيتي، والهايبر كروميك اللي باتجاه الانتنسيتي الأقل. لليوبي راي أكيد السبكترام راح يتأثر بالسولفنت اللي نختاره to solute the sample. كل سامبل من نريد نقيس الابزوربشن والويف لينث باليو في سبكترا راح نحتاج الى سولفنت ندور بيه. شنو تاثير هالسولفنت على لما يتغير من النون بولر الى البولر، او من ليس بولر تو مور بولر سولفنت؟ اكيد راح يكون له تاثير، فراح ياثر على البوزيشن للابزوربشن والانتنسيتي باند اللي يسوي لها شيفتنج يعني لما نغير السولفنت. اكثر سولفنت معتمد هو الابسوليوت ايثانول اللي في اغلب المركبات نذوبها به لما نريد نقيس لها اليوفي. سم اوف كومباوند will be not affected by solvents such as الدينز والconjugated hydrocarbon اللي ما تتأثر لما يصير change بالpolarity للsolvent المستخدم. In general change اللي يصير بالtransition بالUV لما نسوي change بالsolvent من نون بولر الى بولر مثل ما قلنا، او من ليس بولر تو مور بولر. التغيير راح يشمل الان تو باي ستار والباي تو باي ستار. نشوف شنو التاثير. الان تو باي ستار ترانزيشن النوع التشنج اللي يصير بها راح يصير شيفت بلو شيفت، يعني باتجاه الشورتر ويف لينث. شو وقت لما يصير عندنا increase بالبولاريتي مالت السولفنت، في حين الباي تو باي ستار ترانزيشن هذا النوع من الترانزيشن لما نغير البولاريتي مالت السولفنت للاعلى بولاريتي او من النون بولر الى البولر، راح يحدث لها الريد شيفت، يعني يصير نحو الويف لينث الاعلى والاقل بالانرجي. يجي إلى مسألة اختيار السولفنت. السولفنت يجب أن يكون بعدة مواصفات أو كونديشن يختار المن باستخدامه لليوفي. Its transparency and possible effect on the absorbing system. السولفنات بصورة عامة اللي بولر سولفنت مثل الكحول، الووتر، الإستر، الكيتونز will be tend to remove or
obliterate the spectral line little structure when the UV spectrum. وهذا شيء لأغلب solvents. That means all change will be occur in solvent, then will be change the position of maximum absorption and spectrum. الإفكت الثاني اللي هو للconjugated. كلكم تعرفون إنه عندنا بعض الconjugated compound اللي تتمثل دائما بما بالدينات بالتراينات بالتتراينات اللي هي تحتوي على أكثر من عصرة باي، مثال بيوتاداين، الهكسا تراين أو الأوكتا تراين. الconjugated هذا إيش راح يسوي لي؟ will be increase the absorption، راح يزيد إن الabsorption ويسوي لي الhyperchromic effect. إذا نجي نسوي compare between النفثالين وثنائي النظام المتعاقب الأكبر والأكبر، نشوف إنه يصير shift بالspectrum النفثالين. إذا نشوفه شلون اللي بعده من زاد النظام تعاقب، وشلون الخط هذا الأزرق النهائي، كل ما ازداد التعاقب راح يزيد، معناها يسوي لي هايبر كروميك افكت، ونوع الشيفت اللي هو باثوكروميك شيفت. كل افكت للسولفنت والتشينج مالته من نون بولر الى بولر ممكن انه يتمثل بدايجرام. هو هذا الدايجرام اللي يمثل لي التناسب ما بين البولاريتي للسولفنت والانرجي. هذه مستوى الانتقالات اللي بالسبكتما الباي والان والباي ستار. لما يتغير تتغير البولاريتي من less polar to more polar or from non polar to polar solvent، هنشوف انه اللور اللي يصير بالباي بيكون ليتل، واللور اللي يصير بالليفل مالت الان راح يكون لارج كومبار وذ الباي ليفل، والباي ستار راح يكون ايضا المقدار يعني قليل مقارنة بالبقية. وبذلك راح يصير كونفيرت من لمستويات الاوربيتالات الان والباي من هذا الوضع الى الوضع الجديد، او المستويات راح تصبح بهاي الانرجي بالوضع ويا السولفنت اللي يكون بولر. شنو اللي راح يبقى وشنو اللي راح يتأثر؟ نشوف انه الان تو باي ستار راح يكون بالبولاريتي اور سوري المور بولر راح يكون اكثر الانرجي اكثر تصبح، بينما الباي تو باي ستار راح تكون اقل، باعتبار انه المستوى باي ستار صار بلور اكثر منين من الباي، فراح تكون هاي المسافه الباي الى باي ستار اللي تمثل لي الطاقه اقل من الباي تو باي ستار ويا النون بولر او الليس بولر، والان تو باي ستار هي العكس، راح تكون هنا المسافه الان تو باي ستار اذا تلاحظها بالرسم او تقيسها راح تكون اكثر من الوضع الاول. كل سولفنت راح يسبب اللور يكون بمقدار معين خلال السبكترم باليو في، ولذلك هنا عندنا انواع معدده من السولفنت، وكل سولفنت ايش قد يسبب مقدار اللور ويف لينث بالنانو متر. يبقى مسألة الفيشر رول in order to calculate اللمدا ماكس للكيميكال كومباوند. هذا الرول يستخدم عادة لقياس اللمدا ماكس بالUV سبكترا
the chemical compound and this depending on the structure and the chromophore and number of the oxychrome which is found in compound. في البداية راح نسوي classification للمركبات إلى many system. الأول اللي يكون هو الهومو انولار داين، ونقصد به cyclic compound which is contain double bond أو الباي bond it call in the same ring. شوف هاي الحلقة بنفس الحلقة. أور الهيترو نقول له هيترو داينز، شو وقت ما تكون الدبل بوند أو الباي بوند بحلقتين منفصلة عن بعضها. الاندو سايكليك أيضا إذا كانت الأسرة تكون دبل بوند داخلية، طبعا هاي الأسرة هنايا، أو إذا كانت الإكسو سايكليك تكون خارج الحلقة أو تكون بحلقتين أحدهما داخل الحلقة والأخرى خارج الحلقة، بحيث تكون هاي أحد ما أكسو المن بالنسبة إلى الأخرى. كل الأنظمة اللي ذكرناها السابقة من نريد نذكر يعني الويف لينث إلها، بهذا النظام راح نقول له نسميه البيرنت فاليو أو البيزك فاليو. كل سيستم راح يكون له ويف لينث خاص بالسبكترا يسجل له. فاذا كان مثل ما ذكرنا قبل شويه السايكليك كونجكيتد داين راح يكون بال 215، واللي هو الهيترو انولار والهومو راح يكون بال 235، السايكليك تراين 245، وهكذا اكو جدول انا مجهزته لك السيستم وايضا الانكريمنت مالته ايش قد يعني كل واحد شطيفه، ايضا ذاكرتها بالسلايدات لكم، لكن ملخص الجدول بشكل افضل اصوره وانزله لكم. هنا الاوكسوكروم اللي راح يصير عندنا، وكل واحد ايش قد يضيف لي الطول الموجي، فمثلا الكيلو جروب ايش قد راح اضيف لنا 5، والاكسوسايكليك دبل بوند ايش اضيف، والدبل بوند اللي يسوي لي اكستندنج كونجكيتنج سيستم ايش قد راح اضيف، أوكسوكرومات كل هالبقية اللي يكون مقابل إلها حسب جدول. شلون نقدر نسوي الكالكوليت نحسبه أو شلون يجي السؤال؟ لما أريد أسوي كالكوليشن للويف لينث بالبداية لازم نعرف البيرنت، إن البيرنت فاليو أو البيزك فاليو للنظام مالتنا. هنا عندنا مثلا اللي هو عبارة عن الهومو داين، لأنه الأسرتين دبل بوند في نفس الرنك مالتنا، فراح يكون هذا النظام حسب الجدول ايش قد هو 253 العفو نانومتر. نجي الكيل سبستيتيوشن، هاي دبل بوند وهاي دبل بوند اللي نحتني به هو اطراف الدبل بوند، شنو السبستيتيوشن اللي عليها؟ نشوف انه طرف هاي الأسرة اكو مثل جروب وهنا مثل جروب، اذا اثنين عندنا من الالكيل سبستيتيوشن. السبستيتيوشن الوحدة الالكين راح يكون 5، بما انه عندنا 2 2 في 5 اذا راح ينضاف لل 253 مقدار 2 في 5 ويساوي 10. نجي على الرينج ريسيديو، نقصد بالرينج وما يتبقى منها اطراف الاسره اذا كان اكو متصله بها تكون اسره سيجما، الاطراف مالتها اللي تكمل الحلقه او بقايا الحلقه يطلق عليها، واللي هنايا بالسهم الاحمر اذا نشوفها مؤشره ايضا 2، وقيمه الرينج ريسيديو بالجدول الوحده راح تكون 5، اذا عندنا 2 راح يكون 2 في 5 ويساوي 10. اذا مجموع بعد ما نجمع كل القيم هاي راح يطلع لنا 273، وتعتبر هاي الكالكوليتد فاليو اللي احنا نحسبها بطريقه نظريه وتساوينا 273. والقيمة الحقيقية لما هذا المركب نسوي نحضر منه سامبل ونقيسه بالجهاز مالت اليو في سبكترام راح يطلع لنا 263، الفرق 10 ويعتبر مقبول ورينج يعني ضمن الرينج العادي او مقارب له. الغرض من هاي الحسابات تقدر نوجد الطول الموجي اللي ينقاس بي او اللي ايش قد ينقاس بيه المركب او الابزوربشن
للمركب بالجهاز ايش قد ينقاس من خلال الناحية النظرية. اكزامبل ثاني عندنا هنا الهيترو البيرنت مالتنا هيترو باعتبار انه باي بوند اكثر من حلقة بحلقتين، فايضا ايش كثر راح تكون قيمتها حسب الجداول هي 215. عندنا الرينج ريسيتيو اذا نجي نشوف بالسهم الاحمر هنا 2 للدبل بوند هاي وهنا 2 من جهتين فراح يكونون 4 متر واحدة حسب الجدول 5 فراح يكون 20، وبالتالي يكون مجموعهم 235، في حين انه لما تنقاس بالشكل العملي تكون 236 وهو مقارب ايضا الى ضمن الرينج المطلوب. اكو عندكم هالسلايد وبالجدول ايضا راح تشوفوه كل الانظمه اللي هومو واللي هيدرو والسايكليك والداينات اللي كل واحد ينقاس عند اي طول موجي من الريد نحسبها، وايضا السبستيوشن مالتها المعوضات شلون راح نقيسه. انظمه اخرى هي مثلا نظام الالفا بيتا اسيد شارتي كومباوند او مركبات الاينون اللي نقول لها، هنا راح تكون ضمن جدول خاص المعوضات مالتها حسب اللي تعوض السيستم مالتنا ايش قد يكون نعوضه اعتمادا على الاكس، فاذا كان هيدروجين 207 اذا كان هنا السبستيوشن مالته ار مجاني على الكيل 215، واذا كان او اتش 193، واذا كان الكوكسي راح يكون شلون 193 معتبر السيستم. هاي بالنسبه للسيستم، اما بالنسبه للسبستيوشن فاحنا دائما هذا السيستم تعرفون هيش نوع من المركبات اللي نقول له الالفا بيتا ان ساتوريتد كومباوند، فراح يكون نشوف شنو المعوض بالالفا وبالبيتا وحسب نوع الجروب. فعندنا التيبل هذا يبين اذا كان المعوض مثلا بالالفا سي دبل بوند سي متصل به فراح يكون 30، واذا كان الاكسوسايكليك فهو يعني اكسوسايكليك بالنسبه له راح يكون 5، واذا كان الكيل او اوكسي او هيدروكسيل او قد يكون مجموعه اسيل او يعني امين، في كل مره المناطق اللي بيها فراغ ما مذكوره ارقام تعني انه نضيف زيرو وكانه ما موجوده. يعني اذا وجدت مثلا على سبيل المثال او اتش اذا وجدت عندنا بالموقع مثلا جاما هنا لحد البيتا النظام، بس لو كان بعد مكمل انه الكونجكتد مالته ويا موقع جاما فراح يكون مقدار الضيف ويا الحساب للطول الموجي راح يكون زيرو. او مثلا بالبيتا اذا كان عندي هنا معوض فرضا ان ار 2 لما تشوف الجدول انه الان ان ار 2 بالبيتا راح تكون ايش قد بمقدار زيرو، وهكذا. اعطيتكم كل الانظمه وضايفه بايضا امثله لاجل انه تقراها وتتدرب عليها، وشكرا.